يواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة رفض تسليم المهام لحكومة فتحي باشاغا، كما أعلن عدد من وزراء حكومة الدبيبة امتناعهم عن التنازل عن مهامهم لنظرائهم في حكومة باشاغا. هذا وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني ويليامز إن المنظمة على تواصل مع الحكومتين ولا تتبنى موقفا يعترف بأي منهما، فيما تحدثت مصادر عن رفض الدبيبة الاستجابة لضغوط إقليمية تطالبه بالتنحي ويصر على تسليم السلطة لحكومة منتخبة شعبيا. ونرحب بضيفنا من القاهرة المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك. أهلا بك أستاذ محمد، ماذا تعني هذه المراوحة وتراجع الدور الأممي بعدما أعلنته ستيفاني ويليامز؟ مساء الخير، تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي سكاي نيوز. تصور بأن البعثة الأممية وهي انعكاسا لرؤية المجتمع الدولي تلعب على عامل الوقت. الآن المسألة كما أشرت حضرتك تراوح مكانها، يعني لا يوجد أي تقدم. تضع البعثة الأممية الحكومتين على قدم مساواة، وهي لا تغلب طرف على حساب الطرف الآخر، وكذلك تفعل الأسرة الدولية تتواصل مع الطرفين، ولا يبدو أن هناك موقف واضح وحاسم فيما يتعلق بهذه الإشكالية. نحن الآن أمام إشكالية تنازع على الشرعية وعلى أعتاب العودة إلى الانقسام الحكومي من جديد، يعني إذا ما أصبح لدينا إدارتين متنافستين في نفس المنطقة. أتصور أيضا بأن هناك محاولة لتأجيل الأمر كما أشرتم أيضا في تقريركم إلى انتهاء خارطة الطريق، إلى تاريخ انتهاء خارطة الطريق التي أقرت في جنيف من العام الماضي وهو شهر يونيو القادم. ولكن ما هي المخططات؟ ما هو المشهد الذي سنكون أمامه؟ سنكون أمام حكومة منتهية الولاية بشكل فعلي وفقا لخارطة الطريق والرؤية الدولية، وحكومة أخرى منتخبة من البرلمان المعترف به دوليا. ما الجديد الذي سيطرأ على الملف الليبي في هذه الحالة، وماذا سيكون الوضع في خلال الفترة القادمة؟ يعني هناك الكثير من الأسئلة. سقوط المساعي الدولية في إدارة المرحلة الانتقالية هي أيضا ضمن فترة حكم مؤقت، ماذا يعني ذلك؟ مسعى السفارة الأمريكية، دور السفير الأمريكي أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، ماذا يعني سقوط كل هذه الحلول الدبلوماسية والأممية؟ بالفعل نحن نعاني من هذه الإشكالية ليس فقط في الأسابيع الماضية، ولكن منذ 2011 يوجد إخفاق دولي كبير في معالجة الملف الليبي ودفع الأزمة السياسية إلى الأمام وتحقيق الاستقرار المستدام في هذا البلد. الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيال السفير في 2012 أخذت الكثير من الخطوات إلى الخلف وتركت الملف للإدارة الأوروبية، وهي لم تستطع أن تنجز فيه شيء على مدار السنوات المنصرمة. الآن فاجأتنا باستراتيجية عشرية وضعت ليبيا من بينها، ليست ليبيا فقط، هي من ضمن المجموعة التي استهدفتها الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الاستراتيجية، ولكن يوجد دول أخرى. القاسم المشترك بين هذه الدول ومن بينها ليبيا هي الاضطرابات السياسية والأمنية ووجود ثروات مع عدم عدالة في التوزيع أو سوء إدارة أدى إلى وجود حالة من التردي الاقتصادي. يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن بديل يعالج إشكاليات أو تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، تبحث عن مصدر للطاقة والغذاء والثروات، وهذا ما يتوفر في مجموعة الدول التي استهدفتها بالاستراتيجية العشرية. ولكن يعني هل هذه التحركات الأخيرة للسفير الأمريكي هي جزء من هذه الاستراتيجية؟ ماذا تريد تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه في ليبيا؟ وكيف يمكن للساسة الآن وهم في حالة انقسام واستقطاب حاد أن يستفيدوا خطورة هذا الانقسام وهذا الاستقطاب؟ أستاذ محمد، قلق البعثة الأممية، موقف السفارة الأمريكية المتصل بدور جماعات مسلحة، التحشيد العسكري، من يسيطر اليوم على الأرض ويفرض القرار السياسي؟
كل هذه المخاوف هل باتت فعلا جدية؟ بالفعل هي مخاوف جدية، وهناك معطيات لإشعال اشتعال الصراع في أي وقت. يعني يوجد حالة من الانقسام، سلاح منفلت، خصومة وعداوة بين أطراف متنافسة في مناطق قريبة. ولكن يبدو إلى الآن أن المجتمع الدولي لا يريد أو لا يريد أن يسمح لاندلاع حرب مجددا في البلاد. هذا هو الجانب المطمئن، ولكن لا يمكن أن نعول عليه كثيرا. يبدو أيضا أن القرار السياسي ليس بمعزل عن الأطراف الإقليمية والدولية، وليس بمعزل عما يحدث الآن في العالم، ولا سيما الحرب الروسية الأوكرانية. يبدو أن المسألة يعني ترتبط ببعضها البعض، فجل الأطراف الليبية ترتبط بأطراف إقليمية ودولية لديها حلفاء، والمجتمع الدولي شريك في صنع القرار. وأنا نقول هذا بمرار يعني، ولكن هذا هو الواقع منذ 2011. هل يمكن الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والوقوف في منتصف طريق في الأشهر القادمة وتجنب انزلاق البلد إلى صراع من جديد؟ هذا يعني يتوقف على كثير من المعطيات، ويتوقف على كثير من العناصر. أولها الإرادة الدولية الحقيقية والإرادة الليبية أيضا، أضع الاثنين على قدم مساواة، أن يكون هناك إرادة ليبية للحل ترتبط بالإرادة الدولية لتحقيق الاستقرار بشكل حقيقي في ليبيا، والابتعاد عن التجاذبات والصراعات وكل ما عانته البلد خلال السنوات المنصرمة. إن كان ويبدو ذلك أن المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية ترى الآن في ظل الظروف الراهنة في استقرار ليبيا وتحديدا التسليم السلس للسلطة مصلحة استراتيجية. نعود إلى الحل الجذري للأزمة الليبية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بأجال محددة، وهذا ما فشلت كل الأطراف السياسية في تطبيقه أو الذهاب إليه مباشرة. هذا الحل هو بالفعل حل جذري، ويمثل إرادة 2.8 مليون من الليبيين الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية وكانوا يعني يعتزمون التصويت في انتخابات في 24 ديسمبر من العام المنصرم. ولكن هذه الحالة من الانقسام والاستقطاب، والتي أيضا الأسرة الدولية ليست بعيدة عنها، وبعض الشخصيات التي ترشحت ولم تنل رضا من هذا الطرف أو ذاك كانت سببا في تقويض العملية الانتخابية. يبدو هذا الأمل بعيدا الآن، وهذا الحلم يتبدد، لأنه لا يوجد أي إجراءات اتخذت في سياق تعبيد الطريق نحو هذه العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني. لم تعتمد القاعدة الدستورية، إلى الآن حالة من الجدل حول القاعدة الدستورية، لم تلتئم حتى اللجنة المشتركة لأن هناك خلاف وأزمة دستورية ما بين مجلس النواب والدولة، ما بين تعديل 12 الذي أقره البرلمان ومبادرة ستيفاني ويليامز. البرلمان متمسك بالتعديل 12 وأعضاء مجلس الدولة يتمسكون بمبادرة ستيفاني ويليامز. إلى الآن لم نصل إلى أي شيء فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، وهي حجر زاوية للانطلاق نحو الانتخابات. أيضا مسألة المصالحة الوطنية، الوضع تحقيق الانتخابات يحتاج إلى أجواء هادئة، وهذا الأمر يحتاج إلى قطع أشواط في المصالحة الوطنية. سمعنا فقط عن لجنة شكلها المجلس الرئاسي، ولكن لم نرى حتى الآن أي نتائج لهذه اللجنة. ماذا عن السلاح المنفلت في أيدي غير منضبطة؟ كيف يمكن إجراء انتخابات في ظل وجودها كل هذا السلاح الذي يتكدس هنا وهناك، ومن الممكن أن يوظف في أي لحظة لتحقيق أهداف سياسية؟ منعا لهذه السيناريوهات المأساوية، رفض الدبيبة وربط ذلك بأنه سيسلم حكومة منتخبة شعبيا، يعني بالذهاب من جديد إلى هذه المواقيت الدستورية. يعني لا أتصور أنه بالإمكان إجراء انتخابات في الفترة القادمة، لأن إجراء الانتخابات كما أشرنا سلفا يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات التي لم يتخذ منها شيء إلى الآن. ذكرنا منها الدستور، وذكرنا منها المصالحة الوطنية والسلاح المنفلت، وأيضا التئام المؤسسات السيادية. نحن نرى الآن صراع بين المؤسسات السيادية، لا زالت منقسمة على نفسها، لا تقوم بالعمل يفترض أن تقوم به في ظل هذه الأجواء. هناك أيضا أضف إلى ذلك انقسام حكومي وتنازع على الشرعية.
كيف يمكن إجراء الانتخابات؟ يعني إنه في موقف صعب، الانتخابات تحتاج إلى استقرار، حد أدنى من الاستقرار، حكومة موحدة تستطيع أن تعمل في كل البلاد وبالتالي تشرف على العملية الانتخابية بشكل كامل وتتحمل مسؤولية ما ينتج عنها. هذا غير متوفر، هذه العناصر غير متوفرة إلى الآن، لابد من العمل على توفيرها حتى نستطيع الحديث عن الانتخابات. هل يمكن إجراء انتخابات وتوفير هذه العناصر في ظل في خلال شهرين فقط؟ يعني نحن الآن يعني اقتربنا من منتصف أبريل، ويفترض أن الانتخابات تكون في يونيو، يعني أقل من شهرين تفصلنا عن انتخابات بحسب ما يتبنى، حسب الطرح الذي يتبناه السيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. هل هذا يمكن الآن؟ في تصوري ووفقا لما أراه الآن لا يمكن تحقيق هذه الانتخابات في خلال شهرين. نعم. وتحتاج إلى فترة أطول. نعم. حتى يمكن التعامل مع كل هذه التعقيدات والوصول إلى عملية انتخابية رئاسية وبرلمانية بشكل سلس وممهد. المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي محمد السلاك كنت معنا مباشرة من استوديوهاتنا في القاهرة، شكرا جزيلا لك.